انعكاس الوضع الأمني على جميع الخدمات المقدمة للسجين، ومن أهمها أولا الزيارات العامة. تم إلغاء العديد من الزيارات خلال الأشهر الأولى من هذا العام بسبب حادثة الهروب وحادثة إعدام الشهداء ثلاثة، وقد تم إلغاء الزيارات لمدة أسبوع. تم تقليص وقت الزيارة من ساعة إلى نصف ساعة 30 دقيقة. تم تخفيض وقت الزيارة حيث كان سابقا يعمل من الساعة السابعة حتى السادسة مساء، بينما في الوقت الحالي تنتهي الزيارات الساعة الثانية. تم وضع الحاجز الزجاجي وله أثر نفسي عميق على السجين وعلى عائلة السجين وخاصة الأطفال. تم فصل الآباء والأبناء والإخوة في الزيارات، لا يمكن أن يزور الآن إلا شخص واحد مما يسبب معاناة للأهالي، لأنهم يعني يضطرون للمجيء مرتين أو أكثر إذا كان هنالك أكثر من اثنين. يتم إجبار الأهالي على قبول وقت محدد من قبلهم للزيارة دون مراعاة ظروفهم. يكون تعامل الموظفين في قسم الزيارة مع السجناء تعامل سيء، وقد تم إلغاء العديد من الزيارات لأتفه الأسباب، من مثل إلقاء التحية مثلا على سجين آخر أو الكلام مع سجين آخر. هذا بالنسبة للزيارات. أما بالنسبة للاتصال، فقد تم إغلاق كافة الاتصالات في الأسابيع الأولى من شهر يناير، وأعيد الاتصال بصورة تدريجية، ولكن كان الاتصال فقط مسموح به لمدة 5 دقائق. في الظرف الحالي لا يمكن الحصول على 30 دقيقة بالكامل مطلقا. يتم أيضا إلزام السجين بالاتصال فترة صباحية دون مراعاة الظروف وظروف الأهالي وظروف العوائل. وكذلك يتم تخيير السجين بين أن يتشمس أو أن يتصل أو أن يتفاجع الاتصال. يفعل واحد من هذه الأشياء الثلاثة في آن واحد بصورة مخيرة. وكذلك يتم إغلاق الاتصال بشكل مفاجئ بحجج واهية كالطوارئ والظروف الأمنية مثلا. هذا بالنسبة للاتصال. بالنسبة للرسائل البريدية، تم إيقاف الرسائل البريدية تماما، لا إرسال ولا استلام في كل وضع يكون فيه طوارئ حسب افتراضهم. وفي حالة وجود الرسائل فإن العملية تستغرق 60 يوم لإرسال رسالة واحدة أو لاستقبالها. هذا ما لازم، وجزاكم الله خيرا.